شوية بيستو بقى محترمين. الله، شوية توم. نتفرج بقى على الجمال، ناخد شوية توم نحطهم في الخلاط. بص، نص راس توم كفاية، شوية ملح، زيت زيتون، ظهر ريحان. تقدري تاخديه بلانشنج في يعني تحطيه في ميه سخنه وتطلعيه على طول وتضربيه، فاهم ازاي؟ او تاخديه الظهر بتاعته وتغسليها كويس قوي، وبمنشف الخضروات لازم تنشفيها كويس قوي. شويه عين جمل لو عندك طبعا، مفيش خلاص. جبنا رومي وربنا. ماشي، ونقفل ونشغل. انا عايز اكيل بصراحة، عايز احط اي سائل، ممكن احط شويه زيت زيتون كمان. ندي تقليبه كده. الله، الريحة الجميلة، ايه الحلاوة دي؟ الخلاط افضل في الضرب ده، عشان يخلي، انا عايز اخلي صوص، شوية صوص نعمين من الاخر. خلاص، هو بص هيبدأ يتحرك دلوقتي كله مع بعض، فعشان كده مش عايز اكتر زيت الزيتون. تاخدي معلقة منه على السلطات، تاخدي معلقة منه على مثلا شوية مكرونة بشوية فلفل الوان، بفراخ مسلوق او فراخ مشوية، وتحط عليهم بس معلقة من ده وخلاص، وكفى يعني، موضوع تاني خالص. تاخدي شوية من دول وتحطهم في طاسة زي ديت، تحط معاهم شوية كريمة. اه، بص بقى عامل ازاي، راح خلاص بقى كده تمام. فتاخدي شوية من دول وتقومي حطاهم مثلا في طاسة، وتحطي معاهم شوية كريمة طهي، وبعد كده تقليهم معاهم مكرونة. اتفرج على جمالهم هيبقى عامل ازاي. ده صوص البيستو. الله، انا مش قادر بصراحه، مش قادر اقاوم، فلازم اخد منه تيست كده ونشوف الطعم عامل ازاي يعني. الله، لا بجد الريحان مع التوم هو موضوع تاني خالص، هو ميكس، احلى ميكس في الدنيا بجد. بص نازل اصلا قوامه عامل ازاي، بص على الجمال.